أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من يلتمس العذر للمشركين الذين يعيشون بين المسلمين ويفعلون الشرك الظاهر ويقول هؤلاء جهلة المسلمين؟ يقول أحسن الله إليكم: ما حكم من يلتمس العذر للمشركين الذين يعيشون بين المسلمين ويفعلون الشرك الظاهر ويقول هؤلاء جهلة المسلمين؟ جهلة المسلمين وهم مشركون، كيف يقولون جهلة المسلمين؟ هؤلاء كفار مشركون وليسوا جهلة، يسمعون القرآن ويسمعون وعلموا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليسوا جهلة إنما معاندون، هؤلاء معاندون وليسوا جهلة. نعم.